الإنجازات في قسنطينة تتوالى، حيث تم إعطاء إشارة انطلاق خدمة الشطر الثاني من توسعة خط الترامواي بالمقاطعة الإدارية علي منجلي. عن كثب، أمينة بعطوش. هي الصافرة التي تنبه بوصول الترامواي، هذه الوسيلة العصرية التي أصبحت خطوطها كالشريان تشق طرقات مدينة قسنطينة، والتي توسعت اليوم في شطرها الثاني على مسافة 3.5 كيلومترات انطلاقا من محطة قدر إبراهيم بمدخل المقاطعة الإدارية علي منجلي إلى غاية جامعة عبد الحميد مهري بإدراج 6 محطات جديدة، وهذا بعد انتهاء التجارب التقنية. ليكون الامتداد الكلي للخط 18 كيلومتر. أيضا سنزود إن شاء الله المواطن والمسافر القسنطيني بعربات إضافية، حيث ستصل إلى 51 عربة، حيث سيكون الفاصل بين العربات ما بين 4 إلى 5 دقائق، وهذا ما سيخفف من المعاناة اليومية للمسافر. أيضا المهم في هذه التوسعة أن سعر التذكرة سيبقى 40 دينار جزائري. خط الترامواي اليوم سيخفف من معاناة المواطنين اليومية، خصوصا وأنه يربط بين مدينتين القديمة والجديدة. الترامواي حينقص لي شوية من ستريس اللي راني نعيشو وقود ترانسبور. مشروع جيد جدا، يعني اللي قدر يعاوننا وقدرنا يعني نديرو اشتراكات شهرية بالنسبة لنا كطلبة، اللي راح تعاوننا باش نجيو في الوقت وفي الاهتمامات والنشاطات اليوميه لنا كطلبه او كمواطنين. بالتاكيد يخفف علينا الضغط، لانه ديجا لا سيركيلاسيون نتهناو منها، نروحوا مرتاحين، نروحوا مرتاحين، ما كاش الضغط هذاك بزاف تاع لي بيس، ما كاش الضغط تاع لا سيركيلاسيون. ميم لابونمون تاع الشهر هذاك 60,000 مليح بالنسبه لي زيتيديون كيما انايا. صاحب هذه التوسعة إنشاء 6 منشآت فنية، إضافة إلى تهيئة المحيط المحاذي لمسار الترامواي، ما أضفى بانوراما جمالية على المدينة. يمد طابع جمالي كبير وإضافة جيدة للسياحة. كونسيدر أشغال عمومية أنجزت 3 جسور و3 أنفاق، نفق خاص بالطرق ونفقين خاصين بالترامواي. المشروع من إنجاز شركة كوسيدار الجزائرية وبفريق شاب، أين أصبحت لهم الخبرة في إنجاز مثل هذه المشاريع الكبرى. اليوم شركة كوسيدار أشغال عمومية قامت بتكوين إطارات فنيين وعمال متخصصين في الترامواي، هذا المجال الذي كان حكرا على الشركات الأجنبية. ترامواي قسنطينة مكسب ثمين بالولاية، سيسهم حتما في تحسين نوعية النقل والخدمة العمومية المقدمة للمواطن.